اشتباك وإطلاق نار في مدينة السويداء. هجوم تقول شبكات إخبارية إنه استخدمت فيه أسلحة رشاشة وقذائف آر بي جي، واستهدف حاجز ظهر الجبل التابع لميليشيا حزب الله اللبنانية. أما الجهة المنفذة فتوزعت بين فصائل محلية ومجموعة مواطنين على خلفية مقتل شاب من أهالي السويداء بإطلاق نار أثناء مروره على ذات الحاجز. موقع السويداء 24 قال إن الاشتباكات توقفت على حاجز ظهر الجبل دون وقوع إصابات في ظل أوضاع متوترة. بمنع الاعتقالات والمداهمات والسوق إلى الخدمة الإلزامية جبراً. توتر يزيد من حدته محاولات ميليشيا أسد إخضاع المحافظة بكافة الطرق والوسائل بهدف زج أبنائها في صفوف ميليشياته، فيما يأتي الهجوم الأخير ليكشف عن ملفات ربما أكثر تعقيداً تؤكد استحواذ ميليشيات إيران سيما حزب الله منها على أغلب حواجز السويداء، ودورها بالاشتراك مع مخابرات الأسد بنقل عناصر داعش إلى المنطقة قبل أشهر لتنفيذ سلسلة هجمات أوقعت عشرات القتلى في صفوف المدنيين، أو ما بات يعرف محليا برسائل التهديد الدامية على حساب دماء المدنيين والخطة لاستكمال سيطرة إيران على المنطقة الجنوبية بعد محافظة درعا. إلا أنه وفي هذا السياق يكشف ناشطو السويداء عن تفاصيل تذهب إلى أبعد من تجنيد شبان المحافظة لصالح الحفاظ على كرسي الأسد، وتؤكد أن ميليشيات إيران الشيعية وحزب الله تحاول السيطرة كليا على مدن وبلدات السويداء عبر تفريغها أولا من السلاح وضرب ما يسمى بفصائل رجال الكرامة، وذلك من خلال إرسال تجار لشراء الأسلحة بأسعار مغرية، في حين تؤكد المصادر أن ميليشيا حزب الله باتت تحاصر المحافظة من كافة الجهات، غربا من جهة درعا وشمالا من جهة دمشق وشرقا من جهة البادية، فضلا عن تغلغلها داخل حواجز محلية، فيما يبقى تكرار الهجمات ضد المدنيين واردا وربما أكثر دموية، خصوصا بعد تصريحات بشار الجعفري بوصول مزيد من عناصر داعش من الشمال السوري إلى منطقة تلول الصفا، علما هنا أن المنطقة هذه تخضع حاليا لسيطرة ميليشيا أسد وحزب الله اللبنانية. أما السؤال، هل يتقبل أبناء المحافظة تكرار ذات السيناريو وبأدق تفاصيله؟ ليش؟ ليش؟ ليش؟